احنا وصلنا لتكلفة اجمالية تصل الى حوالي 1.8 مليار دولار. دي بتمثل تكلفة المحطات التحويل وتكلفة خطوط ارضية خطوط هوائية على جهد. فاخر الخط بيشتغل على جهد 500 كيلو فولت زائد الماس. ايضا في خط ربط في البحر الاحمر سمارين كيبل موجود، وده برضو بيمثل جزء كبير، وفي محطات سكن. يعني المجموعة كلها على بعضها بتستطيع انها تتعامل مع نقل قدرات تصل زي ما سيادتك قلت الى 3000 ميجا وات، وده رقم كبير مش رقم ولا. كيف سيسمح هذا المشروع للبلدين باستخدام الطاقات او القدرات الكهربائية المتوفرة في اوقات الذروة المختلفة بين البلدين؟ حضرتك يمكن قلت السؤال بطريقة علمية فيها الإجابة. حقيقة ان وقت الذروة عندنا بيبقى تقريبا وقت المغرب، وقت الذروة في السعودية تقريبا وقت الظهيرة. ففي الوقت ده نستطيع يبقى بدل ما احنا نشغل معدات اكتر نقدر نتبادل هذه القدرات المطلوبة في الأوقات المختلفة. ده بيحسن من أداء الشبكات، وأيضا بيحسن من الاقتصاديات تشغيل الشبكات في الوقت الحالي. هو برضو لا، أنا عايز أحب أقول برضو حاجة كده، مش مجرد كده بس، ده إحنا في منظومة عامة لربط الدول العربية، ربط العربي كله مع بعضه، وده جزء في هذه المنظومة بشدة. فلما عاملينه على التعامل مع 3000 ميجا وات، أيضا حتى لو حضرتك عاوز تصدر من مصر أو من السعودية للدول الأخرى تستطيع أن تستخدم الخط ده. يعني هيكون في تصدير للكهرباء سواء إلى دول الخليج الأخرى أو حتى إلى القارة الإفريقية. مظبوط، فأنا هو الكلام بحضرتك، يعني الإجابة بتاع حضرتك هي صح 100%. طيب، مصر لديها خطط أخرى لتوسيع قاعدة الربط الكهربائي، وسمعنا عن نية للتوقيع مع قبرص واليونان. مظبوط يا فندم، الكلام سيادتك مظبوط. إحنا برضو لأن إحنا بنأمل إلى الربط كله، أفريقيا مع أوروبا ودلوقتي مع آسيا من خلال الجانب الربط السعودي. إحنا فعلا بنتكلم مع الجانب القبرصي وأرض الجانب اليوناني، ويمكن هنسمع عن الكلام ده قريب قوي على نتائج هذا الأمور، لكن إحنا أخدين الأمور بطرق جدية في هذا فعلا. الربط مع العراق، وهناك خطط أيضا لتوصيل الكهرباء المصرية إلى العراق. طبعا حضرتك عارف إحنا طبعا العراق ما فيش خط مباشر بيننا وبينهم، فإحنا بيننا وبين الأردن. ممكن بقى لو تعمل خط ما بين الأردن والعراق أو تعزز أو يعني أنشأوا خط جديد في هذا الأمر، يقدر تستطيع بقى أن أنت تنقل من مصر الأردن ومن الأردن إلى العراق. لكن في الوقت الحالي الخط مش مكتمل، وبالتالي ما تقدرش توصل من مصر إلى العراق. التقيتم بوزير الطاقة اللبناني أثناء زيارته لمصر، الخطط المصرية اللبنانية لإيصال الكهرباء إلى لبنان؟ والله يا فندم إحنا بنتكلم امبارح لسه التقينا بهذا الأمر، ويمكن إحنا طبعا يعني ما فيش خط ربط مباشر ما بيننا وبين الأردن. الخط بيعدي بتقاس بيننا وبين لبنان، يبقى بيننا وبين الأردن في خط، لكن المفروض بعد كده خط من الأردن إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان. الخط ده لا زال فيه بعض المشاكل لابد أن هو يتصلح عشان يتصير استخدامه. لكن اتكلمنا أيضا على تجربتنا في مصر، إحنا لما قابلنا المشكلة قدرنا نحلها إزاي. إحنا عملنا خطة عاجلة، فقلت شرح لهم بالتفصيل إيه اللي ممكن يتعمل، بدليل إحنا اشترينا مجموعة من المعدات اللي هي بيسموها distributed generation، يعني التوليد المتناثر. جبنا حوالي 500 ميجا في أشهر قليلة. أيضا عملنا محطات كانت تحت الإنشاء وما كانتش خلصت، خلصناها بسرعة. يعني الحمد لله احنا يعني التجربة بتاعتنا قلناها بالتفصيل عشان نقدر يستفيد منها الأخوة في لبنان إن شاء الله إذا أرادوا هذا الأمر.